المكسيك تقترح على الأمم المتحدة إنشاء بعثة لحفظ السلام في أوكرانيا. مخاوف الركود تسيطر على الأسواق العالمية بعد تحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد. بعد موجة اقتحامات، النائب العام اللبناني يوجه بملاحقة مرتكبي عمل السطو على البنوك. السابعة صباحا، الخامسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أن بلاده ستقترح على الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء بعثة لحفظ السلام في أوكرانيا. وأوضح الرئيس المكسيكي خلال كلمة رسمية بمناسبة العيد الوطني أن البعثة ستسعى لوقف الأعمال العدائية في أوكرانيا بشكل فوري وبدء محادثات مباشرة بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين عن محاولات لتنفيذ هجمة على روسيا بما في ذلك على الأراضي التابعة للمواقع النووية، لكنه أكد أن الوضع تحت السيطرة. وفي مؤتمر صحفي عقب قمة شنغهاي أكد بوتين أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير بشكل جيد وتحقق أهدافها، متهما الغرب بالرغبة في تفكيك روسيا، ومشيرا إلى أنه أرسل القوات المسلحة الروسية إلى أوكرانيا من أجل منع ذلك. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه يأمل في أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا في أقرب وقت. وقال بوتين لمودي على هامش قمة إقليمية في أوزبكستان إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لإنهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا في أقرب وقت. من جانبه قال رئيس الوزراء الهندي إن الوقت الراهن ليس وقت الحرب. هذا وقال رئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لن يؤيد فكرة إعادة السماح بمرور صادرات الأسمدة الروسية عبر أوكرانيا إلا إذا أعادت موسكو أسرى الحرب الأوكرانيين إلى كييف. وأضاف زيلينسكي أنه عرض على الترتيب أو هذا الترتيب على الأمم المتحدة لاستئناف صادرات الأمونيا الروسية عبر أوكرانيا لتخفيف النقص العالمي في الأسمدة. أجازت دول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل استثنائي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن يلقي كلمته عبر تقنية الفيديو خلال الجمعية العامة السنوية للمنظمة الأممية الأسبوع المقبل، وأيدت نحو 100 دولة هذا القرار، فيما صوتت 7 دول ضد هذا القرار من بينها روسيا، وامتنعت نحو 19 دولة أخرى عن التصويت. أعرب وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا عن أسفه لأن شحنة المركبات المدرعة التي أعلنت عنها ألمانيا مؤخرا لا تلبي حاجات بلاده الفورية. وأكد كوليبا أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الدبابات في ساحة المعركة في غضون 2 أو 3 أشهر، وذلك لصد هجوم القوات الروسية.
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصفها بأنها فظائع ارتكبت في مدينة إزيوم الأوكرانية، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الفظائع، مضيفا أنه لا يوجد سلام بلا عدالة. ويأتي موقف ماكرون في إطار موجة من ردود الفعل الغربية بعد تقارير لمسؤولين أوكرانيين قالوا إنهم عثروا على مقبرة جماعية خارج المدينة تضم مئات الجثث. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن روسيا ارتكبت على الأرجح جرائم حرب، وذلك بعد العثور على مقابر جماعية في أوكرانيا. وأشار بلينكين إلى أن المخاوف المرتبطة بأوكرانيا التي أعرب عنها زعيما الصين والهند خلال لقائهما الرئيس الروسي أثناء قمة أوزبكستان تشكل ضغطا عليه لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا. قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يشعر بصدمة كبيرة بعد العثور على مئات الجثث المدفونة في مقبرة جماعية قرب مدينة إزيوم في أوكرانيا، وشدد بوريل على ضرورة محاسبة المتورطين عن تلك الانتهاكات، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدعم كل الجهود المبذولة في هذا الخصوص. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن تسليم أول نظامين للدفاع الجوي القصير والمتوسط المدى إلى أوكرانيا في غضون الشهرين المقبلين. وأضاف المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن القوات الأوكرانية عززت مكاسبها في خاركيف، بينما يحاول الروس تعزيز خططهم الدفاعية هناك. ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تواصلان تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف بمئات الملايين من الدولارات بهدف مساعدة الجيش الأوكراني في الصمود أمام العملية العسكرية الروسية. المزيد في سياق التقرير التالي. 600 مليون دولار إضافية قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا ليرتفع إجمالي الدعم المالي المقدم من واشنطن لكييف إلى 15 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي. المساعدات الأمريكية الجديدة التي أعطى بها الرئيس جو بايدن الإذن تشمل أنظمة صواريخ هيمارس ونظارات للرؤية الليلية وألغام كلايمر ومعدات لإزالة الألغام وقذائف مدفعية. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات تشمل أيضاً رادارات مضادة للمدفعية وعربات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة. ورغم هذا الزخم العسكري المقدم من واشنطن لكييف، إلا أن المطلب الرئيسي لأوكرانيا منذ بدء النزاع لم تتم تلبيته بعد، إذ تطالب كييف بإمدادها بأسلحة بعيدة المدى يتخطى مداها 300 كيلومتر. ومع تكرار هذا المطلب وتجدد الامتناع الغربي عن إمداد أوكرانيا بهذه الأسلحة المتقدمة، جددت روسيا على لسان السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف التأكيد على أنها لن تسمح بإمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، وأنه في حال إرسال واشنطن تلك الأسلحة لكييف فإنها ستصبح بذلك طرفاً في النزاع. ألمانيا بدورها أعلنت أنها ستزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وذلك بعد تعرضها لهجوم من المفوضية الأوروبية واتهامها بعدم إرسال أسلحة كافية لأوكرانيا. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشات إن بلادها ستسلم أوكرانيا قاذفتي صواريخ من نوع مارس 2 إلى جانب 200 صاروخ، وكذلك 50 ناقلة جنود مدرعة من طراز دينغو إلى أوكرانيا. ويأتي الإعلان عن هذه المساعدة الغربية
الجديدة في وقت يشن فيه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين هجوماً مضاداً واسع النطاق ضد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها. Russia's brutal and unprovoked assault on its neighbor Ukraine has fueled a global energy crisis. Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. We also need to prepare now for further disruption of Russian gas supply. قالت موسكو إنها ليست مسؤولة عن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إذا أرادت دول الاتحاد الأوروبي المزيد من الغاز فعليها مطالبة أوكرانيا بفتح خطوط الأنابيب ورفع العقوبات التي تمنع فتح خط أنابيب نورد ستريم 2 عبر منطقة البلطيق. ارتفعت أسعار النفط قليلا لكنها سجلت خسارة أسبوعية وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكبح النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النمو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا إلى 91 دولارا و35 سنتا للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 85 دولارا و11 سنتا عند التسوية. أيضا انخفض الخامان القياسيان حوالي 2% خلال الأسبوع، ويتأهب المستثمرون لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية مما قد يؤدي إلى ركود وتقليل للطلب على الوقود. أيضا سيطرت مخاوف الركود على الأسواق العالمية بعد تحذيرات كل من البنك الدولي وصندوق النقد من اتجاه الاقتصاد العالمي ببطء نحو ركود في ظل محاولة البنوك المركزية كبح جماح التضخم. وتسببت تلك التحذيرات مع التوقعات في رفع حاد لأسعار الفائدة من جانب المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خسارة الأسهم الأوروبية 1.6%، ودفع لانخفاض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي له منذ 3 أشهر متراجعا بنحو 2.9%. ومن المتوقع أن يرفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام. أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد حيث هوت إلى أدنى مستوياتها في شهرين بعدما أدى تحذير فيدكس من تباطؤ عالمي وشيك، وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية 3 إلى مستويات لم تنزل إليها منذ منتصف يوليو. في إيطاليا تبنت الحكومة الإيطالية حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة. وأعلنت الحكومة الإيطالية أن المبلغ الإجمالي هو 14 مليار يورو يضاف إلى ما يقارب 50 مليارا تم إنفاقها، أي إجمالي يتجاوز 60 مليار يورو من المساعدات، مما يضع إيطاليا بين الدول الأكثر إنفاقا في أوروبا.
ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد خلال شهر أغسطس وسط زيادة أسعار الغذاء والطاقة في الأشهر الأخيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. المزيد في العرض التالي مع الزميلة حور محمد. أهلا بكم. نحو أرقام مضاعفة يواصل التضخم في منطقة اليورو منحناه التصاعدي بعد أن سجل ارتفاعا قياسيا آخر بلغ 9.1% في أغسطس في أعلى معدل منذ إطلاق اليورو في عام 1999. مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات قال إن 3 نقاط مئوية و95 جزء من النقطة من التغير السنوي جاءت من الطاقة الأكثر تكلفة التي ارتفعت تكاليفها بسبب العملية الروسية في أوكرانيا، و2.25 جزء من النقطة من الطعام والكحول والتبغ. ولكن حتى عند استبعاد أسعار الطاقة المتقلبة والمواد الغذائية غير المصنعة، ما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، كانت الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 5.5% عن العام السابق. هذا وشكلت السلع الصناعية أعلى تكلفة بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة 12 شهرا الماضية، مع ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.8%. في محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي مؤخرا أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوقة، ووعد أيضا بمزيد من الزيادات مع إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم حتى في الوقت الذي تتجه فيه الكتلة نحو الركود الشتوي وتقنين استخدام الغاز. أوروبا ومعظم دول العالم تأثرت بالفعل بارتفاع أسعار الطاقة، مما أسهم في التضخم قبل العملية الروسية في أوكرانيا. لكن أزمة أوكرانيا فاقمت أزمة الطاقة، لا سيما وأن موسكو المورد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي والفحم إلى الاتحاد الأوروبي. دفعت الارتفاعات في الأسعار الأسر في منطقة اليورو بشكل عام لتغيير وجهة نظرهم في عملية الإنفاق، حيث تحولت عملية الإنفاق بعد ارتفاع فواتير الكهرباء والطاقة إلى اتجاه آخر، أو تأخير عملية الشراء إلى فترة مقبلة. هذا بسبب عدم اليقين الاقتصادي الذي يسود كل مناطق العالم وليس أوروبا وحدها. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا لموقف التضخم في دول منطقة اليورو. شكرا جزيلا لحضراتكم على طيب المتابعة. ارتفعت أسعار الذهب مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار، وفي طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 4 أسابيع. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672 دولارا للأوقية، وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683 دولارا. تحت رعاية الرئيس السيسي، واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، التي بدأت في الأول من شهر سبتمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة. منذ أن أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في الأول من الشهر الجاري، يتزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجات أبنائهم من المستلزمات المدرسية
مستفيدين من تخفيضات أتاحتها المبادرة على تلك المستلزمات تصل إلى 30%، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول عام دراسي جديد. بنعلن اشتراكنا في المبادرة كلنا واحد المرحلة 23، بلان تخفيضات على الأدوات المدرسية بمناسبة دخول المدارس. خصومات بتبدأ من 30% ل50% على بعض المنتجات. أنا لقيت معظم الطلبات اللي أنا محتاجها لقيتها موجودة في المبادرة. حاجة بتاعت المدرسة كويسة، يعني متناول للجميع. بصراحة المبادرة جميلة جدا، لقيت الأسعار عليها خصم أكثر من 50%، وبنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات الجميلة دي. معارض المبادرة يصل عددها إلى 6 معارض رئيسية و17 معرضاً فرعياً، تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلتها خارج إطار المبادرة، فضلاً عن توفر تلك المستلزمات في 814 منفذاً مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة، كلها بالأسماء والعناوين موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. أنا اشتريت شنطة وكراسات وأقلام اللي أنا محتاجاها وهكتب فيها في المدرسة. جيت اشتريت الكشاكيل واللونش بوكس وكل حاجة اللي كنت عايزها، حتى اشتريت الشنطة. الأسعار في المبادرة كويسة جدا وأفضل من برة. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها وفرت كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية بأسعار مخفضة في إطار المبادرة، وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من تخفيضات مبادرة كلنا واحد. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد. إلى جانب المستلزمات المدرسية تتوفر السلع بكافة أنواعها، خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. فعلاً حتة المبادرة اللي هو بينزلها كل فترة في حاجات كتير، أياً كان في الحاجات المدرسة أو في الحاجات الغذائية، حاجات فعلاً كويسة بتبقى أسعارها كويسة. في عروض وفي خصومات والحاجة ماتيريال كويسة جداً. لقينا هنا حاجات شكلها حلو وسعرها كويس، جبنا كل اللي احنا عايزينه من هنا. جبت كراسة وقلم ومسطرة، والحاجات هنا أرخص من بره. منظومة أمان ومن خلال 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب. كما أعدت منظومة أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية يتم توزيعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب. المبادرة في مرحلتها 23 تستمر فعاليتها على مدار شهر في كافة المنافذ المشاركة لإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة وتلبية متطلبات أبنائهم بأقل تكلفة ممكنة. دايماً هنا شرطة وشعب. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 467 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 310 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 193 طنًا. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 112 طنًا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 713 قضية، من بينها 84 قضية خبز ناقص الوزن و65 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه السابع السبت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك لوضع لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية. وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إنه من المقرر أن يعقد المجلس لقاء تعرفيا مع المقررين العموميين والمقررين العموميين المساعدين للمحاور الرئيسية الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وكذلك الاستماع لوجهات نظرهم والبت في وضع مهام مقرري اللجان كافة ضمن لائحة سير الإجراءات في جلسات اللجان الفرعية التي سيضعها المجلس. دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي لعقد جلسة داخل البرلمان لإنقاذ البنوك. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان في تعليقه على زيادة اقتحام المودعين للبنوك إن بلاده تواجه أزمة صعبة جدا، مشيرا إلى أن أساسات الدولة متصدعة، داعيا جميع السياسيين إلى التعاون للخروج من الأزمة الراهنة. في لبنان أيضا وجه نائب العام اللبناني غسان عويدات الأجهزة الأمنية بملاحقة الأعمال الإجرامية المرتكبة داخل فروع بنوك عدة في البلاد وتوقيف المرتكبين وإحالتهم إلى القضاء. واعتبر عويدات أن هذه الأفعال تشكل عمليات سطو مسلح على المصارف وتعطل العمل المصرفي في لبنان وتحدث مزيدا من الأزمات المالية والاقتصادية. أيضا أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي أن الاجتماع هدفه ليس حماية المصارف بل حماية البلاد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك تنسيقا بين كافة الجهات الأمنية اللبنانية لحماية البلد وتنفيذ القانون. تطبيق القانون والنظام لحماية البلد والناس والمودعين وحماية كل البلد، الهدف حماية النظام وتطبيق القانون. أنا هون برجع بدعي الناس إنهم يتفهموا إنه نحن عم نحميهم. يكون في من قبل الأجهزة الأمنية كلها تشدد بحفظ الأمن والنظام، كل الأجهزة الأمنية والعسكرية حتتشدد بحفظ الأمن والنظام بتنسيق بين الجيش، قوى الأمن الداخلي، أمن العام وأمن الدولة، حيكون في تنسيق لحفظ النظام ولحماية الناس. ونختتم هذه النشرة مشاهدينا بأخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ومن أخبار الطقس إلى العناوين. المكسيك تقترح على الأمم المتحدة إنشاء بعثة لحفظ السلام في أوكرانيا. مخاوف الركود تسيطر على الأسواق العالمية بعد تحذيرات البنك الدولي وصندوق النقد.
بعد موجة اقتحامات، النائب العام اللبناني يوجه بملاحقة مرتكبي أعمال السطو في البنوك. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. هذه تحياتي لكم نسرين فؤاد، وإلى اللقاء.